طالبة رغد شيخ محمد، تقدمت هاي السنة بكالوريا، جمعت 234 الحمد لله. كنت روح على منطقة بعيدة شوي يعني لحتى أدرس، لأنه هون المدرسة اللي عنا يعني للصف الرابع. سجلت هلأ على كلية الطب البشري، وإن شاء الله أحقق حلمي. يعني ما عنا نحن دكاترة أو مهندسين زيادة بالضيعة، إن شاء الله راح أدخل كلية الطب البشري مشان أكون إنسانة ناجحة ودكتورة عظيمة أنفع فيها العالم كلياته. بعد ما برجع من المدرسة بشتغل مع أهلي بجمل حطب مشان نبيع ونأمن مصروفنا للبيت ومصروفنا للدراسة. أهلي وأخواتي بنتساعد كلياتنا.